العلماء تكلموا في هذا الحديث على وجهين، منهم من استدل فعلا به بجواز القيام للقادم إذا كان سيدا أو مطاعا أو كذا، واعتبار الأعراف ودفع المفاسد التي تحصل من عدم القيام للسيد وغير ذلك. ومنهم من قال بل هذا ليس في هذا المعنى إطلاقا، وإنما المقصود أن يقوم من أجل أن ينزلوه، لأنه جاء في إحدى الروايات قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأن كان سعد بن هذا حديث في قصة بني قريظة، وأن سعدا أصيب إصابة بليغة حتى أصيب في الأبهر أو في الأكحل، نعم أصيب في الأكحل وهو الوريد، فكان ينزل الدم ولا ينقطع، وكوي ولم ينقطع، فكان شديد الجراحة، فقال لهم قال وكان سيد الأوس، فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فهذه اللفظة فأنزلوا تنفي المقصود أو تنفي أن يكون هذا القيام من أجل التعظيم، يعني قوموا إلى سيدكم يعني وقفوا، لا ما هو هذا المقصود، وإنما قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني لا تبقوه على الرحل وهو في هذه الحالة، فأنزلوه ووضعوه في خباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعوده فيه إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول رجل ماله كله كسبه من حرام، لكن ليس لأحد حق فيه، وهو يصلي ويصوم ويزكي، فهل يقبل منه؟ طبعا هذا يختلف، إذا كان هذا الذي حصل، هذا هو السؤال، إذا كان هذا الذي حصل قبل إسلامه، أو كان قد فعل ذلك ثم بعد ذلك صار يصلي وتاب إلى الله وكذا، فكثير من هذه الأمور يعني يعتبر فيها النية، لأن كثيرا من الناس يكون عنده أموال كثيرة وعليه حقوق وديون ولا يستطيع أن يسدها إلا من هذه الأموال، فإذا قيل له تب إلى الله وعد إلى الله واحتاج مع ذلك إلى أن يتخلص من كل هذه الأموال لأن أصولها محرمة، كان ذلك من أسباب النفرة من الإسلام. تكلم شيخ الإسلام تيمية عن هذه الأبواب، وكيف أنه لما كان الناس يأكلون الربا قيل لهم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وفي الموضع الثاني قال فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني أن ما سلف لا يطالب به، وإنما ما بقي من المحرمات يتركه، بمعنى أنه مثل هذا الرجل له مثلا ديون على الناس وكان يأكل الربا، ما مضى فله ما سلف وأمره إلى الله، ما بقي يأخذ رأس ماله ويدع الربا، لا يأخذ ما بقي من الربا. نعم انتهى. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.